فسيلة. نحكيو على الجسر اللي موجود في منتجه سيدي بوسعيد وين أيام العيد انهار جزء من الجسر وطاحوا عدد من الأطفال في بركة الماء وشربوا الماء ولكن الحمد لله لباس. خلينا نسمع رئيس البلدية سي محمد صالح العمراني كان دخل وحكي على الحادثة هذه. عندها مدة فكرة بيسك يوجاج نتاعها للونتريتيان تاع النافوره معناها اوكات بان ولا حاجه يستعملوها ايفيدامون مسكره موجود عليها بلايك اللي هي معناها مخصصه لللوكال تكنيك ماهيش للعموم. موجود البلاك موجود الباب ومعناها مالوريزمون كسروا الباب كسروا باكي من ميم حتى من الماكورونت اللي على الخاصه تنجموا تمشيو سو بلاس تشوفوا معناها هي بيسكو فاسرين معناها مش مخصصه باش يمشيو عليها برشا عباد ميزا بار اللي ميم حتى اللوح نتاعها ناقص اللي في الوسط اللي صار اللي هو برشا عباد برشا رحلات صارت مالوريزمون فوضى كبيره معناها في الاسباس هذاك في المنتزه بصفه عامه صار تكسير في اللعب صارت حتى تكسير في التجهيزات الجماعيه في الحاويات في كذا. كيف ما سمعتوا الرئيس البلدي يقول انه الجسر اللي موجود في المنتزه ليس مخصصا للعموم رغم اللافتات اللي موجوده وتنبه من خطوره عبوره لكن المواطنين عبروا وشهد عدد من التزاحم يعني كان العدد اكثر من طاقه الجسر الشيء اللي خلى برشا ناس تعلق وتقول حتى هم المواطنين فما برشا همجيه. تعليق اخر ناس زادت تهز روحها للهاويه ومن بعد تحملوا المسؤوليه الكل للمسؤولين فما اللي كتب يصير في أكبر العائلات مش كل شيء نقفوا عليه فما اللي علق وكتبته وفلوس الباركينج علاش ما صلحوش بهم الجسر ونوفى بالتعليق هذا استر ربي وكهو يا ولادي ما عادش تعطيه وثيقة لحتى شيء في تونس راو كل شيء مدق دق. الفوضى موجودة والقلة معناها المنك بتاع السيفيز معنا كتوانسة الناس الكل نقعد العباد وانا نجم نغلط فيه ساعات ونجم نعمله اما انا كي يقول لي هو ممنوع على العموم اي يلزم لاكسي يكون غير ممكن محطوط الباب حتى تصرفني برا في اللي بارك رفيق ترقى الباسريل هذيك الباب ترقى مش لازم يعمل لك باش يعمل لك غانج وهو خاطر الباسريل صغيره يقول لك كان الموظفين انت كي تراها سامحني بتتعدى انت ولدك انت سامحني كي يقول لك اللعاب مكسره زاد راهو زاد مش كل شيء على رئيس البلد زاد فما تكسير لعاب انا راه فما دي بارك برشا عملتهم الدوله يذكر لي فما صغار ينجم حتى وليد يزرف من يد ابوه سي دونجورو والماء ما يرحمش دونك انا يلزمني خلينا نفسر لك عاد يلزمني ما ينجمش يتعدى طفل كي يحب يتعدى انا نجي نلقى حل باش حتى كي يحب يتعدى ما يتعداش اغزر لها الباسريل ما نجمش يحط باب كبير يا رفيق في العالم الكل هكا انت كابو حتى نجم نقول لك ولدك في البحر ما لازم فما كل على كل وليد نحطه بوليسي حتى ولدك نجم يزرف في البحر انا ما فهمت شكون يتعدى عليها العمال 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 لفوا بها احنا العمال كانوا نجموا يتيحوا على فكره اذا كان خايخ هو الجسر وماش احنا ما في له نومبر السؤال ولو لو نومبر جسر كمان معناها سي ان بون يزمو يشد كل جسر عنده طاقة والمشكلة والمشكلة زادة في الحراسة ديما عندنا مشكلة نتاع شفت في أي بقعة وقت تمشي مثلا في فرنسا جاردان بيبليك والا زو ولا ديما فما حراس ديما فما الناس يدوروا احنا كيكا سكروا عمل على السيفيزم اللي كنت تحكي عليه مع نتاع المواطن هذاك الحقيقة حاجة مفقودة حط له بلاكة ممنوعة وقتها يولي فيها العسل نعرفوا رواحنا نعرفوا لازم حل سيدي بوسعيد رينا في رمضان شعر صارت كارثة عملوا برشا رحلات تعبيت كانت تفكر الفيديو بالحق شعر حاجة غير مفهومة هذيك يلزم شوية ذكاء يا ودي راهو يلزم نلقاو حلول يا اما تعملها زون بيتون اون فوا بور توت الفوق ابارتير من هذاك اللي يبيع العصيده للفوق هذاك ما عادش دور حتى كرهب خاطر بعد ساعات يبداو عبيد وكرهب وموتورات والبياعه والنطره فما برشا نطره غادي وكل شيء وحاجه اخرى تو انا مع زياد في النظريه نتاع انه المواطنين تحمل مسؤوليتها وانه سونيا قالت هو جسر ما ينجمش يهز 1000 طرناطه فما ميزة يعدي 40 عبد فرد وقت ولا 20 الله اعلم قداش نورمالمون هذا موجود على الحافه نتاع الباستريل زاد قداش يلزم من عبد في نفس الوقت ينجموا يكونوا فوق الجسر اما زاد
في ايامات كيما عيد يلزم دي ميزور اكسبسيونيل على خاطر لو نومبر تاع العباد اللي يجي حاجه خياليه. اهبط هز كرهبتك وامشي دور شوف مثلا دحدح قداش فما عباد في المناش. ما تنجمش عدد العمال في اليوم العادي في دحدح ولا في بقعه كيما هذيك اللي ثلاثه عساسه ومراه وربع كذا هما بيدهم تخدم بهم في العيد. يلزم ليفكتيف يولي فواديس حمايه للاطفال حمايه للعباد حمايه للناس الكل اللي حاضره. دونك المسؤوليه مشتركه اكثر على عاتق المواطنين. ولكن فما شويه من البلديه هو ديجا كيقول لي فما لوح مكسر في الوسط مش هو مكسره. قال لك فما لوحات مكسره هو ديجا خايف من جسد.